مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام. معظم كتاب الراي تتنوع مقالاتهم وكتاباتهم بتنوع الاحداث وتجدد الموضوعات، لكن كاتبنا الذي يسعدني استضافته في هذه الحلقه يمكن لك وان تنوعت مقالاته وكتاباته وتشابكت مع الدوائر، تشابكت مع الخيوط العامة، لكن يمكنك أن تتلمس خطوطا واضحة يشتبك معها دائما وأبدا، فهو منحاز للتنوير وعدائه للتطرف وللأصولية واضح لا لبس فيه. هو واحد من أولئك الذين يؤمنون أن خطابنا الديني يصطدم بالحضارة وربما بالإنسانية نفسها. المتابع والمدقق لمقالاته يدرك أنها دائما مثيرة للجدل، لكنه هو يؤمن أن السؤال أولا هو مفتاح العلم والنقاش، هو دليل الحضارة والمدنية. وبين عدد من آرائه ومقالاته يسعدني أن أحاور ضيفي في هذه الحلقة الكاتب الأستاذ عادل نعمان. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. أهلا بك فندم، ربنا يخليك على المقدمة العظيمة دي. بداية أستاذ عادل، يعني إيه اللي بيخلي معظم كتاباتك في الأمور الفقهية الأصولية في ملف ما يعرف بالإسلام السياسي؟ هو طبعا مسألة اختراق العقل وتهميش دور العلم والصراع الأزلي القائم والأبدي بين العقل والنقل وبين الأساطير والخرافات وبين أن يؤمن العقل إيمانا حقيقيا مدعما تدعيما علميا صحيحا، طول ما هذا التيار السياسي يخترق هذه العقول وهذه الضمائر ويحاول أن يهمش دور العلم فأنا مهموم بهذا الدفاع. ولا يمكن على الإطلاق أن تسأل محاميا لماذا يصر دائما على الدفاع عن مظلومية من المظلوميات. أنا هذا المحامي، أنا مؤمن بهذه الرسالة، مؤمن بدور العقل، مؤمن بدور العلم، وطول ما هم بيحاولوا أن يهمشوا هذا الدور وأن يزيحوا هذا من طريقهم فأنا بأشعر أن هذا دوري الرئيسي في حياتي. مين هم؟ كويس، هو التيار الذي يغلب العقل على النقل دائما، هو التيار الذي يلجأ إلى الأساطير والخرافات تدعيما لفكرة إيمان الإنسان وإثبات الدين. أنا باحث عن أنه أنا أثبت الدين بالعقل بالفكر علشان الدين يكون أكثر ثباتا وأكثر رسوخا. من هم هؤلاء الذين يتواجدون على الساحة بطول البلاد شرقها وغربها؟ تقدر تقول الفكر السلفي، تقدر تقول الفكر الوهابي، تقدر تقول الفكر الداعشي، تقدر تقول الفكر الطالباني، كل فكر يحاول أن يلغي العقل ويهمشه. ولكن أحيانا العقل يصطدم بالثوابت، مش أحيانا، دائما. ما هو شوف، قالها محمد عبده في مقولة رائعة جدا، قال لك إذا لابد أن نغلب العقل على النقل، وإذا اصطدم العقل بالنقل وجب التأويل، والتأويل في إيدينا، نستطيع أن نؤول المسألة بحيث أنها تتفق مع العقل، وإلا قل لي بالله عليك كيف نردد مقولة أن الدين صالح لكل زمان ومكان وهو يصطدم مع العقل في كثير من الأمور ومع العلم في كثير من الأمور أكثر. إما أن نظل ثابتين على فكرة الدين من 1400 سنة ولا نقول كلمة أنه صالح لكل زمان ومكان، لكن إذا قلنا أنه صالح لكل زمان ومكان إذن لابد أن يسير مسار العلم ومسار العقل، لأنه مش من المفروض أبدا أن الدين يطاع وينصاق وينصاع وينطوي تحت الدين وما نؤمنش بالعلم اللي موجود حوالينا ده كله. هذه حقائق. فإذا التأويل ده رقم واحد، إذا اصطدم مع العلم لابد يؤخذ بالعلم، وده قالها الإمام محمد أبو زهر.
طيب خلينا نرجع الى يعني الوراء، يعني طيب. سنوات كده بدايه التسعينات القرن الماضي ظهر ما كان يسمى بتيار الدعاه الجدد، يعني كانوا يعني اسماء ظهرت واصبحت نجوما في سماء الدعوه حينها. نصحت أنا ذاك من مفتي تنظيم الجهاد الشيخ عمر عبد الرحمن في هذا التوقيت، نصحت أن تنضم إلى هذا التيار، يعني قل لي الحكاية كانت إزاي؟ أنا كنت في أمريكا في الفترة دي وتقابلت مع عمر عبد الرحمن في بروكلين في نيويورك، وضحية من ضواحي نيويورك يعني معروفة، وكان مطلوب إن إحنا بنعمل مؤتمر إسلامي نحو اقتصاد إسلامي عالمي، وأنا كنت مشغول بفكرة البحث عن مخرج للاقتصاد العربي تحت أي شعار، المهم ينجح، سواء كان تحت شعار ديني أهلا وسهلا، تحت شعار ماركسي أهلا وسهلا، تحت شعار رأسمالي أهلا وسهلا، المهم أن تجد هذه الدول مسارا اقتصاديا سليما ينجح لإنجاح الناس. فتقابلت معه ودار حوار حول بيع العدم، والفقهاء يمنعون بيع ما يسمى بعض الفقهاء يمنعون بيع العدم، يعني إيه؟ انت ما تقدرش تبيع شقه لم تظهر الى الوجود بعد، ما تقدرش تبيع منتج في الحقل غير لما الثمره تطلع وتقاس لها نظام، يعني مساله ان حضرتك تاخد مني فلوس انتظارا لمنتج ما لم يظهر الى الوجود بعد، دي مساله فقهيه قد اتفق كثير من الفقهاء على عدم اجازتها، وهو كان من 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 المصرين على هذا الراي. وانا كرجل باحث في هذه المسائل كنت ارى انه الاقتصاد ما يقدرش يقف عند نقطه زمنيه محدده هيبقى ثابت بثبات المال اللي موجود فيه، لكن من المفروض ان انت عشان تدير عجله الاقتصاد بصوره جيده يبقى انت بتشغل النهارده الحساب بكره، وبتشغل بكره الحساب بعد بكره، وهكذا، اللي هو الكريدت اللي هو اللي موجود في العالم كله. اقتنع لكنه رفض ان يظهر لي موافقته على هذا الامر. هو كان مشارك باعتباره ايه؟ كان مشارك لانه كان رايح يدي محاضره في هذا المؤتمر. سنه كام بالظبط؟ كان سنه 92 93 على ما اظن، لسه ما كانش دخل. لا لا، ما كانش ما كانش الورلد تريد سنتر حصل، ما كانش الاعتداء، لا كان مكان لسه يعني. فهو اعجب جدا بطريقتي في التناول، واللغه انا يعني الى حد ما امتطيها جيدا، مفردات الى حد ما معقوله، فقال لي ايه رايك ما تيجي تشتغل في فكره الدعوه. وراودني في هذا الامر يعني. لكن انا لا يمكن على الاطلاق ان انا اتناول قضيه من القضايا غير مقتنع بها مهما كان من مكسبها المادي او المعنوي. ما اقتنعتش ساعتها بانك انت تنضم الى تروح في ركاب دعاء الجدد؟ يعني ساعتها لا. كان مين على الساحه؟ كان عمر خالد، كان مجموعه من الناس دول كمان. مش متذكر قوي يعني، لكن الفكره انه انا لمست وانا في امريكا ان كانت هذه الدعوه دعوه سياسيه في المقام الاول، وكان الغرض منها هو شحن المجاهدين في الدول العربيه والاسلاميه لمحاربه الاتحاد السوفيتي في افغانستان، وكيف امتطت السياسه الدين، وكيف استطاعت التاثير عليه. بس دي في مرحله سابقه، لانه الاتحاد السوفيتي انسحب من افغانستان في يعني 89 مظبوط، لكن حل محله بقى صراع ما بين حكومه كابول، اسمه حكم كابل ساعتها، وما بين المجاهدين احمد شاه مسعود وحكمة يار وبرهاني والكلام ده، وحصل فيه حرب يعني. تم تجنيد هؤلاء الدعاة لهذا الغرض، وتم استقطاب اموال الخليج لمحاربة الاتحاد السوفيتي او محاربة الحكومة الكافرة في كابل. فكنت ارى عن قرب، وسافرت الى افغانستان، قعدت فيها 15 يوم في بيشاور، فشفت كيف لهذا الجهاد المزيف ان يسيطر على عقول الناس. وعدت من كابل او من بيشاور وكتبت سلسله مقالات في جريده اسمها جريده الامه الاسلاميه، اسمها زيف الجهاد الافغاني. وطبعا ده كان مناهض تماما لفكره الدعاة في هذا الوقت، دعاة الجدد، ولانه الشباب كان هؤلاء يتكسبوا مكاسب رهيبه من وراء هذا. وامريكا تركت طبعا في الفتره ديت المكاتب الاغاثيه تنتشر في انحاء امريكا، وكان كل واحد يقدر يقيم هذا المكتب
وينشئه ويحصل على 10 أو 15% من الدخل بتاعه. فاللي ما كانش ليه شغلانة كان يفتح مكتب إغاثة ويلم تبرعات ودونيشن لمين؟ لهؤلاء المجاهدين، يحصل على 10-15% منه ويسرق منه الأكثر هؤلاء المجاهدون الذين يتوافدون إلى أفغانستان وإلى بيشاور وغيره. فأنا رأيت عن قرب كيف لهؤلاء الدعاة قد زيفوا فعلا الحقيقة، قد أقاموا دينا إلى جانب الدين الحقيقي ليخدم مصالحهم السياسية. كيف يستطيع هذا وبمهارة فائقة أن يقول كلاما ويردده بصوت عالي صاخب على المنابر وهو غير مقتنع به؟ طيب أنا شخصيا أرفض تماما أن أكون بوق من هذه الأبواق. جميل جدا. هل يمكن أن احنا نقول أن هذه الظاهرة اللي كانت منتشرة في مرحلة من المراحل الزمنية انتهت؟ ظاهرة الدعاء الجدد؟ شوف حضرتك، نحن مرهونون بالأجيال، بفكرة الجيل. الجيل ده مهم جدا في ترتيب انتهاء الظاهرة أو قيام. احنا محتاجين جيل كمان. هذا الجيل مدته حسب ما قاله اللي وصفوه من 30-35 سنة. نحن نحتاج في مصر ل 30 سنة 35 سنة، قد تختصر بفعل سوشيال ميديا وسرعة التعامل مع الناس ودقتها واستجابة الناس سريعا، ممكن تنخفض إلى 20 سنة. محتاجينها للتخلص من هذا الفكر الداعشي الذي يسيطر على عقولنا. هؤلاء الدعاة الذين رسخوا هذا الفكر الداعشي في عقول الشباب وفي عقول الناس بصورة أو بأخرى. بس ما هو الأدوات بتتطور يا أستاذ عادل، بمعنى أنه زمان كانت الناس اللي هم يعني أنصار هذه التيارات كانوا بيسمعوا شرايط الشيخ عبد الحميد كشك، وبعدها بدأوا يعني المسائل بدأت تتطور لما ظهرت الفضائيات، وبدأوا يعني يسمعوا مثلا الشيخ الشعراوي، بدأوا يسمعوا لما كان في فضائيات بقى عربية بدأوا يسمعوا لعمر خالد وآخرين. يعني المسألة ما احتاجتش يعني 30 سنة، ما احتاجتش جيل يعني. ممكن لأنه الأحداث كانت متلاحقة وسريعة. لكن احنا يعني أنا أرجو إنه الفترة اللي إحنا هنقضيها مع هذا التيار السياسي أن تختصر إلى 2-3 أيام، لكن دعني أتشائم أكثر إن أنا بقول إحنا محتاجين 20 سنة. لكن الجيل اللي ظاهر الحالي على الساحة هو جيل الثلاثينات والأربعينات والأقل، هو جيل لا يقبل على الإطلاق أمرا دون نقاش أو أمرا دون حوار أو أمرا دون عقل ودون تدبر، وهو ده اعتمادنا احنا ككتاب في هذا المجال التنويري. اعتمادنا على هذا الشباب اللي بيعتمد العلم منهج حياته والعقل منهج لتفكيره، ده اعتمادنا عليه. لكن مسألة الأساطير والخرافات والخزعبلات اللي آمن بها الشيوخ وناس كبار زي حالتنا هتنقضي، ومش هيجد هؤلاء الدعاة الجدد وسيلة للتعامل مع الشباب غير بالعلم والمنطق والعقل، وده اللي احنا عايزينه. وده اللي حضرتك يعني تسير فيه في مقالاتك، يعني مضمون مقالاتك ربما الهدف الأساسي من هذه المقالات مهاجمة الأصولية، نقدر نقول كده؟ يعني تقدر تقول إن مهاجمة الأصولية جزء من مشروع العقل. فأنا أستخدم العقل في كل مسألة من المسائل، قد تحف قليلا ناحية الأصولية، قد تحف قليلا ناحية المجتمع الجاهل أحيانا، قد تحف قليلا ناحية أي واحد لا يستخدم عقله بصورة جيدة. فأنا لست باحثا عن الصدام مع الأصولية، لكني باحث عن استخدام العقل ويصطدم مع ما يصطدم مع أي طرف من الأطراف لا يستخدم عقله. وبالتالي مفردات التنوير هي الحاضرة يعني برضو في هذه المقالات. إلى متى ستظل مشغولا بهذه المساحة؟ أنا مشغول إما إنه ننزل من على صهوة الحصان زي ما بيقولوا بفعل الزمن وبفعل العجز أو الكبر أو غيره، أو إنه المجتمع يرضى بهذا الأمر، لأنه نحن في بلادنا الأمر بالنسبة لنا أكثر صعوبة، لأنه للأسف الشديد في 40 سنة اللي فاتت مش الأمية الكتابة القراءة، أمية الفهم، أمية الإدراك، أمية التعامل مع الآخر. وأعتقد إن إحنا لنا دور كبير جدا في، مش أنا يعني، إحنا بنقول المجموعة كلها، في إن إحنا نجحنا في تحييد المجتمع،
في 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 انه المجتمع اصبح يتساءل ومعدش العوام اداه من ادوات المتطرفين في استخدامهم ضد كتاب التنوير. كان الصدام قبل كده كان صدام مجتمع بالكامل ضد الكاتب. النهارده لا، النهارده بيوقف الناس يقول لك لا ناقشوا، لا حاوروا. فالمساله دي نجحنا فيها، دي مهمه جدا. رغم انه البعض بيقول انكم يعني بتظلوا بتحدثوا انفسكم، يعني تتحدثون الى انفسكم، محدش شايف انه تحقق الكثير في هذه الاهداف اللي انتم بتسعوا اليها. لا، تحقق الكثير. زي ايه؟ هقول لحضرتك. العربية اللي بتطلع في الأول دي بتحتاج جهد شوية علشان تبدأ تتحرك من ثباتها ومن وقوفها ومن ركنتها. مجرد العجلة ما بتدور والعربية بتمشي بأسلوب ذاتي أكثر سهولة. مجتمع جامد بقاله 40 سنة في براثن الجهل والتخلف والتطرف، لما مجرد ان الحركة تبدأ وتبدأ الناس تتساءل وتبدأ الناس تفهم وتبدأ الناس تستوعب، تأكد انه هذه البداية هو ما نبحث عنه نحن الآن. ومجرد انه العجلة لما تبدأ تدور والناس تبدأ تتساءل والناس تبدأ تحيد عقلها وتفكر، ونحن لا نطلب من الناس اكثر من انه ان يعمل عقله في كل مسألة من المسائل، ما يطرح عليه لابد أن يخضعه للعقل كما قال المعتزلة من ألف وشوية سنة. يعني تخيل أن هذا ما يدور الآن على الساحة قد قام به علماء وأدباء ومثقفين وتنويريين في العهد المعتزلي. الكلام ده من أكثر من ألف سنة، ده احنا تأخرنا كتير، خلي بالك. فإحنا لا نطالب من الناس أكثر من أنه هو يعمل عقله، يبدأ يفكر، ويبدأ ما يلقى عليه يبدأ يحطه في محطة للدراسة الموضوعية. نحن نجحنا نعم، لكن هم يحاولون أن يسحبوا منا هذا النجاح، وإن هم يقولوا أنتوا عملتوا إيه. لا، إحنا عملنا. لو بصيت في الشارع كويس قوي تقدر تعرف إن اللي اتعمل ده صورة مشرفة وعظيمة جدا. طيب أنا بشوف في الشارع، يعني أنا مش منعزل، والكثيرين يعني زي مش منعزلين عن الشارع. ايه اللي تحقق يعني على ارض الواقع؟ يعني اديني امثله. انا هديك مثال عظيم جدا. ما كان يقوله فرج فوده من فترات طويله نقوله الان بحريه اكثر. الحصار اللي كان مفروض عليه وعلى غيره لم يعد موجودا الان بنفس الصوره القويه اللي كانت موجوده. تمام، لانه الاجواء العامه اتغيرت، ووسائل الاتصال اصبح فيها ثوره. والاهم انه استخدام واستقطاب العوام والناس ضد هؤلاء التنويريين لم يعد موجود. كان بيحرضوهم عليهم. النهارده ما تقدرش تحرض حد على حد، لانه كل النهارده بدا يفكر ويعمل عقله. واحنا كنا بس احنا كنا محتاجين دي. فلما انت تنجح في الكلام ده في 10 سنين ان انت على الاقل يقف منك المواطن العادي البسيط موقف محايد ويحاول يتساءل ولا يؤذيك، ده في حد ذاته انتصار عظيم جدا في البدايه. انما تاكد انه الخطوات سوف تكون اسرع مما هو متوقع في الفتره القادمه. العقبات التي تواجه يعني التنوير وتيار التنوير في بلدنا ايه هي؟ ايه اهمها؟ من الممكن ان تاتي من جهات كان يجب الا تقف منا هذا الموقف، ده رقم واحد. جهات طبعا تقف منك. جهات ولا اشخاص؟ جهات واشخاص ومؤسسات رسميه ومؤسسات من المفروض ان تناقشنا دون تكفير او دون ازدراء. زي مين؟ زي المؤسسات الدينيه اللي موجوده. المؤسسات الدينيه الموجوده يعني على راسها مؤسسه الازهر. ايوه، ما هو خلي بالك ان فيه مناهضه شديده جدا لنا وفيه اراء مناهضه لما نقوله. من الازهر؟ من المؤسسات الدينيه، من كل المؤسسات الموجوده. يعني هي لما الدكتوره امنه نصير خرجت وقالت كلمتين في احد البرامج، الدنيا هاجت عليها ولم يناقشها احد. كنت أتمنى أن زواج المسلمة من الكتاب. أنا كنت أتمنى أن تتم المناقشة، نطلع ونقول ونتحاور ونتناقش، هذا ديننا جميعا، من حقنا أن نتناقش فيه. طيب ما هو أحيانا النقاش كان يعني معلش يعني ما تفضلت به الدكتورة أمنة نصير وهي لها كل التقدير والاحترام، يعني اعتبره معظم الذين تصدوا لها مساس بثوابت دينية. ليس الثوابت، ما فيش ثوابت. زواج المسلمة من كتابي. ليس هناك نص في القرآن
بالتحريم على الإطلاق. الأصل يا سيدي الفاضل في كل الأمور هي الإباحة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هل من الممكن أن يكون هناك جريمة دون نص؟ هل من الممكن أن يكون هناك عقوبة دون نص؟ لا. هل هناك نص بتحريم زواج الكتاب المسلمة من الكتابي؟ لا مفيش. هو اجتهاد فقهاء وهم قالوا الكلام ده، هو اجتهاد للفقهاء، واجتهاد الفقهاء ليس ملزما بالنسبة لي أنا إن أنا أنفذه أو منفذوش على الإطلاق. وقالوا في السبب غير 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 يعني كان في فترة من الفترات جائزا، لكن لو أن هناك تحريم قطعي الدلالة والثبوت من القرآن بهذه المسألة هنلتزم بها طول العمر. لكن طالما اجتهاد فقهي إذا من الممكن أن هذا الاجتهاد الفقهي يتغير بفعل الزمان والمكان. طيب ده مثال، يعني احنا كنا بنتكلم عن المؤسسات التي تناهض يعني فكركم، فكر التنوير، يعني برأيك ما السبب الذي يجعلها؟ نحن يا سيدي الفاضل في 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 ككتاب تنويريين، وبقولها لك صراحة، لا نستطيع أن نفصح عن كل ما نقوله صراحة. نحن نخاف من فكرة الازدراء، نحن نخاف من فكرة المطاردات، ولذلك احنا بنقول انه بداية التنوير الحقيقي وبداية التعامل الحقيقي مع هذا الأمر ان احنا نرفع تماما وفقا لما جاء في الدستور فكرة الحبس في قضايا النشر. نحن ما زلنا الى الآن مجرد ان احنا نكتب اي محامي ممكن يرفع قضية يدخلنا السجن في 5 دقائق وفقا لنظرية الازدراء، وهذه مسألة تقديرية للقاضي. تهمة ازدراء الأديان. ازدراء الأديان. على الرغم من انه الدستور بينص صراحة على انه ليس هناك حبس في قضايا النشر، لكن القانون يحبس. فأصبح التناقض بين أبو القوانين وهو الدستور وبين القوانين الوضعية اللي موجودة القانون القديم، وقد ألزم المشرع أو ألزمت اللجنة بأنه يتم حذف هذا الأمر والتوافق مع ما جاء في الدستور. وبالتالي أنتم يعني خايفين؟ طبعا نحن نخاف من الظلم. إحنا بنتناول قضية من القضايا، قلم قدام قلم، لكن قلم قصاد سجن السجن يفوز، سيف قدام قلم رصاص السجن السيف يذبحه وينحره ويقتله. احنا عايزين لما نتكلم يبقى قضيه قصاد قضيه، نقاش قصاد نقاش، جدال قصاد جدال، جدل قصاد جدل. انما اكتب مقال الصبح الاقي نفسي مرفوع عليه قضيه ازدراء الاديان. طيب عرفوا لي ازدراء الاديان، واحنا طالبنا بذلك مئات المرات يا اخوانا، عرفوا لنا ازدراء الاديان هو ازدراء الاديان. قالك تحقير. يعني ايه تحقير؟ طب انا ممكن اسلم عليك بطريقه مش كويسه انت تعتبرها تحقير، او ممكن اشيح بوجهي عنك بتعتبرها تحقير. لا، عرفوا لنا بقى ازدراء الاديان تعريف موضوعي صحيح عشان واحنا بنكتب نعرف ان احنا كده بنزرق الاديان ولا لا. طيب يعني ما هو هنا هتقابلكم او بتقابلكم مشكله، كيف تصل افكاركم وانتم يعني تحت سيف مصلة سيف الإزدراء؟ كويس، نحن نحاول أن نكتب أحيانا يفهمنا من يفهمنا ويستوعب من يستطيع أن يستوعب، ولذلك الكاتب التنويري كاتب له خصوصية وله قارئ خاص. احنا عايزين نتجاوز بقى هذه النقطة ونقدر نكتب للناس مباشرة دون خوف أو وجل، إنما إن إحنا نكتب تحت ستار أحيانا بلغة فيها نوع من التورية أحيانا أخرى مخافة الردع والزجر والازدراء، أنا مش عايز كده. ولذلك إحنا أحيانا نبعد كتير جدا عن المقصود بتاعنا نتيجة اختيار جملة أو كلمة يعني لا تفهم إلا بمعنيين فيفهمها هذا على شكل والآخر على شكل آخر. فإحنا عايزين نكتب للناس ونكتب للعوام، يبقى مجال النقاش حر دون خوف أو وجل. بس البعض بيستخدم هذه الحرية فعلا لجرح مشاعر المؤمنين. ما فيش حاجة اسمها جرح لمشاعر المؤمنين، وما فيش حاجة اسمها وصاية من فرض على الدين. الدين له رب يحميه. مسألة بقى إنك أنت بتهاجم الدين وبتروح عند ثوابت الدين تهز ثوابت الدين، من هذا الذي يستطيع أن يهز ثوابت دين من عند الله؟ الدين من عند الله، هو حافظه
ان نحن بس المشكله مش بس في الدين. انت لما بتهز ثوابت او بتتعدى على ثوابت الدين بتعمل قلق في المجتمع، بتعمل يعني مشاكل في المجتمع. يعني انا شايف ان المقوله دي دايما هي هروب من ايه، من فكره المواجهه الصريحه والصحيحه. الدين من عند الله؟ نعم من عند الله. الدين قوي؟ نعم قوي. الدين له رب يحميه؟ نعم له رب يحميه. لن تحميه انت كفرد، او لن تحميه المؤسسه الدينيه. وان ظل على هذا الوضع لن يستطيع احد ان يحمي الدين في خلال 20 سنه قادمه، ان لم يكن النقاش والجدال مع الناس عقل بعقل ورأي برأي وكلمة بكلمة، سوف تفقد الأديان أهميتها في خلال 20 سنة قادمة. ولاحظ حجم الخروج من الدين والمروق عنه، حجم التعدي عليه، لأنك لم تعد تناقش الدين بالعقل. تقصد يعني عدد من يلحد؟ طبعا بيزيد. ليه؟ لأنه أنت ما بتحاوروش محاورة علمية صحيحة، ما زلت أنت مصر على ردعه، ما زلت أنت مصر على استخدام السيف علشان يقتنع بالفكرة، ما زلت أنت مصر على تكفيره، ما زلت أنت مصر على أنك أنت تقول له اللي المرتد لابد أن يقتل، على الرغم من أن أنت ما عندكش حكم خالص بقتل المرتد. أنت أصبحت في حالة دفاع عن الدين بأساليب ليست من الدين. انت اصبحت بتحافظ على المنتج بتاعك باسلوب يخسرك قيمة هذا المنتج. طيب يعني الحديث شيق، لكن خلينا نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حوارنا مع الكاتب الأستاذ عادل نعمان. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، وبنواصل حوارنا مع الكاتب الأستاذ عادل النعمان. أهلا بك أستاذ مرة أخرى. طيب وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن العقبات التي تواجه تيار التنوير في نشر أفكاره التنويرية في مواجهة الأفكار الظلامية. إذا في تنوير يبقى في تيار ظلامي. إذن ما هي الأسلحة التي يعني لدى الطرف الآخر؟ سلاح التكفير، وهو سيف مسلط على رقاب كل تنوير أوذي به الإمام محمد عبده، الرفعي، طه حسين، نصر حامد أبو زيد، سيد القمني. والمفروض أنه يبقى النقاش قدام النقاش والجدال قصاد الجدال، لكن كلمة التكفير في حد ذاتها يستتبعها حكم الكافر. يعني هي الفكرة مش تقف عند أنا كافر ولا أنت مش كافر، يعني مش القضية، القضية حكم من هو كافر. وفي مقتل فرج فودة لما قتل والشيخ محمد الغزالي وقف في المحكمة قال إيه في من قتله؟ قال لك إنه افتأت على الحاكم فقط، لكن من حق المواطن العادي المسلم أن يقيم الحد إذا امتنعت الدولة أو امتنع الحاكم عن عدم تنفيذه. يعني انت اديت للمواطن العادي في الشارع سلطة ان ينفذ فيك الحكم الذي قاله الفقهاء في الكافر. هل القاعدة دي ما زالت موجودة لغاية الان؟ قتل بها فرج فودة. فرج فودة قتل في التسعينات يعني في وانا ما اعرفش بكرة مين اللي ممكن يقتلني، او ممكن يقتل فلان او علان او ترتان ويروح يقف في المحكمة وياخد حكم مخفف مثلا. انا بتكلم على انه ايه، انت هتعمل ايه بعد كده؟ مش هيدا القضية، انما هو نفذ هذا الحكم لان انت اعطيت وفقا لفقه هؤلاء الفقهاء للفرد العادي سلطة تنفيذ الحد فيك اذا امتنع الحاكم عن تنفيذه. وده اللي استخدمه قاتل فرج فودة في الامر ده، لكن وافتأت على السلطة. اذا سلاح التكفير. سلاح التكفير. الامر الثاني سلاح ازدراء الاديان، وده من اخطر ما يمكن، انك انت في لحظة واحدة يستطيع محامي بثلاثة تعريفة يرفع عليك قضية ازدراء اديان، وما تعرفش برضو توجه من يقوم بتوجيه الاتهام ليك، هل هو توجه سلفي او غير توجه سلفي، وهيدخلك السجن ولا مش هيدخلك السجن. واحيانا هذه المؤسسات
بترى ضرورة ان هي تمشي وفقا للرأي العام وتبقى على حساب مصلحتك انت وفكرة العدل. يبقى عندك انت قضيتين. التالتة بقى ان هو يحرض عليك في كثير من الاحيان برضو العوام من الناس بحيث ان انت تبقى ماشي في الشارع خايف، في حين انه هذه حرية رأي، حرية فكر، اعمال العقل يا اخواننا شيء من اعظم ما يمكن لو جربه الناس للحظة واحدة لأدمنوا. طيب نروح لموضوع كتب التراث، وقيل الكثير في هذا الموضوع ولا يزال. يعني لماذا أنت أستاذ عادل تبدو مهاجما دائما وأبدا لكتب التراث؟ ما تم فعله في 40 سنة اللي فاتت جاء من كتب التراث واضحا صريحا. داعش لم تقتل إلا من كتب التراث، لم تحرق إلا من كتب التراث، ما باعتش الأولاد والبنات الإزيديين غير بكتب التراث، ما اعتدوش على النساء وضاجعهن خارج نطاق الزواج غير بكتب التراث، ما قتلش الناس في شارل إبدو سنة 2015 12/1 غير بكتب التراث، ما دخلش الكنيسة في نيس وقتل وذبح واحدة عندها 70 سنة غير بكتب التراث. أليس في ذلك ظلم لكتب التراث؟ موجود يعني جميعها. يعني أنت تعمم يعني. لا أنا مش بعمم، أنا بقول فيما هو موجود في هذا الأمر في كتب التراث وكتب الفقهاء. العزلة اللي موجود فيها المسلم في أوروبا جاء من كتب التراث، من علم الفقهاء والمشايخ. طب اديني دليل واحد. هقول لحضرتك، هو اللي استمدوا فكرة قتل شارل، الناس بتوع صحفيين شارل إبدو جابوها منين؟ ما هو جابها من كتب التراث، في قتل كعب بن الأشرف وفي قتل عصماء بنت مروان وقتل أم قرفة. وقال الفقهاء إنه من سب النبي يقتل حتى لو تاب وأناب، ومن سب الله وتاب يعفى عنه. هذا كلام الفقهاء، أنا مش أنا اللي قلته. ولذلك الولد اللي راح قتل 12/1 سنة 2015 في شارل إبدو وفقا لهذه الفتوى، فتوى لابن تيمية وكثير منهم من المشايخ والأئمة الأربعة بقتل سب النبي، من يسب النبي أو يؤذيه قولا أو فعلا أو رسما أو نثرا أو شعرا أو يقتل حتى لو تاب وأناب. فلما راحوا قتلوا كده، على الرغم من أن القرآن مناهض لهذا تماما. القرآن قال إيه؟ إنا كفيناك المستهزئين، خلصنا نقطة. ومع ذلك نسخت هذه الآية بأحاديث ومرويات وحكايات وروايات في كتب البخاري. ده دليلك. هم باعوا الإزيديات بفلوس منين؟ من كتب التراث، أجازوا لهم ذلك. وبالتالي يعني جزء من معركتك، جزء من معركتي ضد هذا أي دين أيا ما كان يتناقض مع العقل ومع القلب ومع الضمير ومع السلام ومع المحبة، بل هي مشكلة. أنا أعود إلى القرآن بقى مرة أخرى، طالما إنه هذا التراث وهذه الكتب وهذه المرويات وهذه الحكايات اللي موجودة في كتبنا تحمل كل هذا الكره وهذا البغض وهذا التقاتل مع الناس، لدرجة إن المسلمين قاموا إلا رسول الله. هو رسول الله أوزي فين؟ ما هو أوزي في حياته. يعني الرسوم الكاريكاتورية دي مش يعني مش جرح لمشاعر أتباع الرسول والمسلمين؟ أذتني أنا شخصياً، لكن هناك أسلوب علمي موضوعي إنساني في التعامل مع هذا. ولابد أن احنا نفهم منظومة الحرية في هذه الدول. منظومة الحرية في هذه الدول لا تخضع أحد على الإطلاق للقداسة. قالوا هذا في مريم، قالوا هذا في سيدنا عيسى، قالوا هذا في سيدنا موسى، قالوا هذا في كل شيء. لكن هؤلاء لا يستجرؤون أن يعني يذكروا بكلمة الهولوكوست. لا، حصل. مين قال الكلام ده؟ احنا الكلام ده بنردده، ده موجود في قوانين يا استاذ عادل في اوروبا، ومع ذلك ويحاكم كل من ينكر الهولوكوست. وما حد منعك انك انت ترفع قضيه، انك انت امام المحاكم الدوليه بعدم الاقتراء وعدم ازدراء رجال الدين او الانبياء. لكن انا عايز اقول لحضرتك هذه مقوله ليست صحيحه، بمعنى انه هناك رسوم مسيئه للهولوكوست ولليهود موجوده في هذه الجريده. هذه الجريده ملحده علمانيه ملهاش، محدش له سيطره عليها. ولذلك احنا لازم نفهم انه ماكرون نفسه بقدرته وجلاله
لا يستطيع على الإطلاق إن هو يقول للجريدة دي ما تنشري أو ما تنشريش. لازم نفهم منظومة الحرية عند الدولة العلمانية شكلها إيه، مش من سلطة رئيس الجمهورية إنه يقول لجرنان ما تنشرش أو انشر. أنت ممكن أن تعترض، ما حدش قالك ما تعترضش. طب أنا عايز أسأل سؤال للناس اللي راحوا قتلوا ست مسنة عندها 70 سنة في كنيسة من الكنائس، هي مالها ومال إزاء الرسول يا جماعة؟ فهموني يعني، عرفني، أنت دخلت الكنيسة جبت واحدة عندها 70 سنة قد لا تعلم شيئا عن هذه الرسوم، وقد تكون مستاء من هذه الرسوم، وقد تكون لا علاقة لها بهذا الأمر. طب أنت رايح تتبعها ليه؟ أنت كسبت؟ هل أنت فزت؟ هل أنت انتصرت؟ بالعكس، أنت أذيت المسلمين اللي في فرنسا واللي في أوروبا. طيب ده يخليني أسألك برضو، من دام جبنا سيرة هذا الموضوع وكلام ماكرون وسياساته، يعني كلمة ماكرون عبارته أن الإسلام في أزمة، يعني كيف قرأتها أنت؟ هو ما جابش حاجة من برا، نحن في أزمة، الإسلام في أزمة، المسلمون في أزمة. المسلمون ولا الإسلام؟ كله في أزمة. ما هو شوف يا سيد الفضل، هنرجع تاني لفكرة النظرية والتطبيق. نحن أو الإسلام أو المسلمون كتلة واحدة، نحن في أزمة، نحن في أزمة. إصرار المؤسسات الدينية على أن هذا التراث جزء من الدين هو فاعل رئيسي في ارتكاب هذه الجرائم. مش قالوا الكلام ده؟ ان هذا التراث والبخاري يمثل اكتر من 50-60-70% من الدين بتاعنا. طب ما هو هذا موجود في كتب، في كتب في البخاري. مقتل عسماء بنت مروان ما هو موجود في كتب البخاري بصوره مؤذيه. مقتل كعب بن الاشرف ما هو موجود في البخاري ايضا بصوره ولكن مؤذيه. عفوا، يعني كتب التراث ايضا تحمل اشياء ينظر اليها العالم والبشريه باجلال. هناك كتب اللي احنا عايزينه في الطب، في يعني مش أهلا كلها وسهلا التراث. انا عايز اركز على ده، اشمعنى انا اخفي تماما كل هذه الجوانب الايجابيه في تراثنا ومصر اصرارا كبيرا عظيما على اظهار هذه السلبيات في تراثنا؟ طب احنا ليه ما بنلقيش الضوء على كل الصور الايجابيه في تراثنا ونتنازل قليلا عن هذا التراث الذي تعامل مع الناس بصورة وحشية؟ نقول الفترة وعدت، تاريخ وانتهى، صورة من صور التعامل البشري في وقت محدد كان هو ده أسلوب التعامل مع الناس بس. إنما إحنا ليه مصرين على أن إحنا نتجاهل كل ما هو قيم في ديننا العظيم وكل ما هو عظيم في تراثنا العظيم، ومصرين على 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 هذه المشاكل اللي بتخلينا في صدام مع العالم؟ طب يعني هل هناك قصد ان يكون، يعني كما حضرتك يعني اقريت انه الاسلام في ازمه، هل هناك قصد من جهات معينه انه يكون الاسلام في ازمه او المسلمين في ازمه؟ يعني لماذا؟ انا لا اؤمن بفكره المؤامره على الاطلاق. المشكله عندنا احنا، لذلك لما احنا بنقول يا اخوانا نقوا هذا التراث من هذا الشيء الموجود الفظيع ده وابقوا فقط على التراث القيم المحترم العظيم اللي بيتعامل مع الناس، فين المؤامرة هنا؟ لازم كنا احنا بنقول لكم الحل. مؤامرة ايه بقى؟ المؤامرة انك انت تصر على وجود هذا التراث وان تتعامل معه وان يكون هو اسلوب تعاملك مع العالم. يبقى فيه مؤامرة؟ حد قالك الكلام ده وانت مش عايز تتنازل عنه اطلاق؟ انا لا اؤمن بفكرة المؤامرة، لكن اؤمن بحاجة انه قد يستغل من جهات اخرى هذا العمل، لكن هم ما يصنعوش. يعني انا لا اتصور انه في حد يصنع لنا هذه الاحداث ويطلع لنا موجود في كتب البخاري. طب ما هو موجود عندك، هو ما جابوش، هو ما كتبهولكش في كتب البخاري، هو مكتوب في البخاري ومكتوب في مسلم وبيتناوله الدعاة والائمة على المساجد وعلى اليوتيوب. بيدخل حضرتك بص على المآسي، وفي حديث قتل مالك بن نويرة ويتباهى بما فعله خالد بن الوليد في قتله. نقرأ الكلام ده ونشوفه. احنا عايزين نلقي الضوء كثيرا على ما في تراثنا من قيم إنسانية نبيلة عظيمة تتعامل مع الناس في سلام، ونجيب التراث الصعب القاسي العنيف المدمر ننحيه جانبا ونتعامل مع الناس بأسلوب عصري محترم. علشان كده حضرتك في مقالاتك دائما يعني ما تقول بأنه فتوى الفقهاء غير ملزمة. طبعا الفتوى غير ملزمة، وهم بيقولوا الكلام ده ويسأل مشايخهم. الفتوى غير ملزمة لي ان انا اخد بيها على الإطلاق. ازاي؟ لأنه يعني اجتهاد شخصي، اجتهاد. ولذلك بص، هل من المفروض ان يظل الدين متواجدا في حياتنا يوم بعد يوم؟ إذن لابد أن يظل الوحي موجودا يوما بعد يوم.
لأنه حين انقطع الوحي بين السماء والأرض أصبح العقل هو الوحي، وهو التفكير، وهو التمييز. وإلا يحتاج الناس كل 10 سنين إلى نبي يجدد حياتهم ويربطهم دائما بالسماء. طالما احنا بقالنا 1400 سنة انقطع الوحي عن الأرض، فأصبح العقل هو الوحي وهو المدبر. الاقتصاد في الاقتصاد، السياسة في السياسة، علم الاجتماع في علم الاجتماع، علم الجريمة للجريمة، وهكذا. لكن انه انا اظل رهين المحبسين زي ما بيقولوا، وافضل باستمرار قائم عندما قاله الفقهاء من 1400 سنة او اكثر او 1000 سنة، ما ينفعش غير مجدي وغير مؤمن. عندما يستمع يعني البعض الى مثل هذه المقولات يعني اللي بترددها حضرتك، يعني بيقول لك طب حتى في اوروبا في احزاب يعني مسيحيه، احزاب دينيه، يعني المكون الديني موجود حتى في سياسات الدول التي تعرف بالمتقدمه، دول العالم الاول. ده كلام مظبوط، لكن هل بتخرج هذه الاحزاب عن القانون الوضعي اللي وضعته الدوله؟ هل بتخرج هذه الأحزاب عن علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وغيره؟ هل بيطلعوا بهذه الخرافات وهذه الخزعبلات نحاول إحنا من ألف سنة نستحضرها الآن عشان نمشي في الاقتصاد وفي السياسة وكذا وكذا؟ مرحبا بأي حزب ديني، لكن أن يلتزم بالقانون الوضعي وأن يلتزم بالعلم ويلتزم بالعقل، وده اللي معمول في أوروبا. يعني ما نقدرش نقول انه عادت اوروبا 300 سنه ورا بحيث ان رجعت الهرطقه مره تانية والخرافات دي الى الكنيسه او الى حياه الناس، ما حصلش. طب كيف يعني عالجت اوروبا هذه المساله؟ شوف يا فندم، ليس هناك غير حل واحد، وسنظل في مصر وفي الدول العربيه والدول الاسلاميه مرهونون بهذا الحل، ولا نجاح على الاطلاق في الاقتصاد وفي السياسة وفي غيره إلا بفصل الدين عن الحكم فصلا تاما. قانون وضعي ينظم حركة الحياة بصورة جيدة، العبادات داخل المساجد وداخل الكنائس لا مساس بها على الإطلاق، لكن فيما يخص الناس لا يستدعى رجل الدين للسؤال على الإطلاق، يستدعى رجل العلم. يعني يبقى عندي مشكلة في الطب أجيب الدكتور أكلمه، في الهندسة يبقى مهندس، في الاقتصاد يبقى اقتصادي. بمعنى انه كما تقول العلمانية انه لا نلجأ لرجال الدين لحل مشكلة من المشاكل الحياتية اليومية للناس تماما. ده الحل. طيب يعني يمكن يعني مصطلح تجديد الخطاب الديني يتردد بقاله سنوات، وكثيرون يعتبرون انه لم يتحقق يعني تقدم كبير في هذه المسألة، حتى التي يعني تنادي بها القيادة السياسية يعني في الدولة. حضرتك أستاذ عادل في إحدى الندوات قلت أنه الخطاب الديني الحالي يؤدي إلى زيادة نسبة الإلحاد بين الشباب، يعني ألا ترى أنه في هذا يعني في هذا الكلام كثير من المبالغة؟ يعني قد يكون فيها كثير من المبالغة، لكن فيها كثير من الحقيقة. دعني أنحي كلمة المبالغة جانبا، لكن دعني أقول هل هو حقيقة أو لا. وتعالى اسأل الشباب النهاردة اللي بيبتعد عن الدين، تجد إنه هذا الخطاب خطاب استقوائي استعدائي، خطاب لا يخاطب العقل ولا يخاطب العلم ولا يخاطب حتى التعامل بسلام مع الناس ومع العالم. أنت في صدام يا أخي بهذا الخطاب مع العالم وفي مع جارك المسيحي، في صدام في عقلك، في صدام الدنيا. أنت متصادم ليه؟ ايه اللي بيخليك متصادم مع العالم بحيث انه زادت نسبة الالحاد؟ نعم، وتستطيع ان انت تناقش الناس، بس انت مش هتقدر تناقش الناس بموضوعية لان الناس بتخاف. بس برضو في المقابل هناك يعني من يدخل الاسلام حتى في اوروبا، يعني كثيرون يدخلون الاسلام في اوروبا. انا لا اتحدث عن الدخول والخروج من الاسلام، انا اتحدث عن قناعة الاسلام، عن قناعة الناس بالاسلام او عدم الاقتناع به. ايوه، اللي بيدخل الديانه لازم يكون مقتنع. ليس مؤشر، لا لا على الاطلاق. ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. من الممكن جدا بره في اوروبا ودول اخرى ما بيدخلش ويخرج من الدين لفهمه للدين ككل، لكن من الممكن موقف محدد مع شخص ما، قضيه قد اثارت انتباهه فاسلم او غيره، لكن هي الفكره انه كيف يقتنع المسلم جواه في قراره نفسه بان ايمانه صحيح وبالعقل.
لازم تخاطبه بالعقل، ولازم تستبعد عنه فكر الاستقواء وفكر الضغط. يعني استاذ عادل، يعني لماذا تستبعد ان من يدخل الاسلام يعني من غير المسلمين في اوروبا خاصه انه ما استخدمش عقله؟ لماذا يعني ترجع ذلك الى العاطفه فقط، او انه حدث معين اثر فيه فدخل الاسلام؟ كتير أنا قابلتهم بيبقى دخولهم في أي دين من الأديان الأخرى لحظة فارقة في حياته، بحث عن شيء ما فدخل فيه. يعني لكن الأسيرة، هل الأسيرة اللي محررة اللي سمت نفسها مريم الفرنسية اللي راح استقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون في المطار وقالت له أنا يعني مد لها إيده وقالت له أنا ما سلمش أنا أصبحت مسلمة، لماذا تعتقد أنها يعني ما استخدمتش عقلها؟ ما استخدمتش عقلها لأنها ما سلمتش على ماكرون. لو كانت سلمت على ماكرون كانت استخدمت عقلها. أنا لست ضد هذه الفكرة عشان ما تفهمش غلط. أنا مؤمن بحرية الاعتقاد، من يسلم أهلا وسهلا، من يخرج من الإسلام أهلا وسهلا، من يتخذ المسيحية دينا له أهلا وسهلا. لكن أنا باحث عن استخدام العقل، باحث عن التزام بالقانون وبالنظام العام. لكن مسألة مؤشرات الدخول في الإسلام أو الخروج منه دليل على قوة أو متانة أو ضعف الإسلام، يبقى احنا دخلنا في مشكلة تانية خالص. لأنه الإسلام الدين قوي بذاته، قوي بتفاصيله، قوي بمحبته، بس إنما مش طيب. عودة إلى مسلمي أوروبا، ولا سيما يعني ما حدث يعني في فرنسا في الفترة الأخيرة. أنت كتبت مقال بعنوان عودوا إلى دياركم واتركوها للكافرين، يعني هل هذا هو الحل؟ لا، هو يعني هو كان خطاب موجه لبعض من يرى في الغرب فتنة وبعدا عن الدين وتركا للصلاة. وصل الفقهاء قالوا الكلام ده فيما قالوه، قال منعوا وحرموا الإقامة في بلاد الكفر. فقهاء منهم ابن تيمية ومن القيم الجوزية والفقهاء الأربعة حطوا محاذير قوية جدا لإقامة المسلم في بلاد الكفر، وقالوا لأنها بتبعد الإنسان عن دينه وتبعد الإنسان عن صلاته، وهذه بلاد فجور وشرب خمور وغيره. وقال لك إنه في الضرورة القصوى يستطيع المسلم أن يقيم في هذه البلاد، ولا أجازوا له، ولا أجازوا له إنه هو يبحث عن رزقه في هذه البلاد، وقالوا يبحث في بلاد المسلمين عن رزقه. هما ده الكلام اللي قالوه. ولذلك أنا قلت، والشيخ محمد طنطاوي، الشيخ طنطاوي قال قبل كده، قال إنه على المسلم الذي يقيم في أي دولة أجنبية عليه أن يحترم النظام العام في هذه الدولة وأن يحترم القانون. فأنا بقول له إذا البلد دي مش عاجباك، اتفضل ارجع لبلاد الخلافة وسيب الكفر للكافرين، وسيب بلاد الكفر للكافرين. إنما مش معقول أنت تروح وتتسلق حتى تصل، وتعبر البحار والأنهار وقد تموت في طريقك وانت رايح، وتقف تلات أربع أيام قدام السفارة عشان تاخد التأشيرة، وبعدين تسافر يأووك من ويأكلوك من جوع زي ما بيقولوا، ويأمنوك من غضب الحكام في بلادك، وبعدين في الآخر تطلع تنقلب عليهم وتقف تنادي وتقول القردة والخنازير. وأنا كنت بشوفهم وأنا في أمريكا إنه الشيخ اللي بيعتلي المنبر يقعد يسب ويلعن في القردة والخنازير، وهم بيدوا له أكل وبيدوا له شرب وبيعلموه إنجليزي وغيره. طيب هنا ازدواجية، أنت أقمت في هذه البلاد تحترمها وتحترم قانونها، ما بتحترمهاش وبتحترم منظومة الحرية فيها، اتفضل ارجع بلادك تاني وعيش في بلاد الخلافة الإسلامية الراشدة. مين اللي ودك هناك؟ بس دول مواطنين يعني كاملي المواطنة، يعني مواطنين لهم عندهم جنسية هذه البلدان. ما هم شوف وصلوه لفين؟ وصلوه إنه هم علموه وادوله الجنسية بتاعتهم وبعدين انقلب عليهم. خلي بالك إنه دي فتوى برضه، دي فتوى من المشايخ. واسمع ابن تيمية بيقول إيه في الموضوع ده. بيقول إيه؟ بيقول لك إذا أنت كنت في بلاد الكفر فيها مستضعف، وجب أن تعمل بآيات الصفح والموادعة، اللي هي وجادلهم بالتي هي أحسن واصفح الصفح الجميل، لست عليهم بمسيطر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى أن تستقوى. فلا بد أن تحتقرهم وتحتقر دينهم، وهذا هو أصل التعامل مع الكافر. فالناس ديت لأن لا الأوروبيين فاهمين الكلام ده ولا فرنسا فاهمة الكلام ده، وتعاملت معهم من منطق الديمقراطية اللي وصلتهم لما هم فيه الآن. لكن هم لو قروا كويس قوي في فتاوى الفقهاء
وانه كيف يصل هؤلاء الناس الى هذه البلاد في فتره الاستضعاف يكون فيها لطيف وجميل ووديع ومسالم الى ان يستقوى وياخد الجنسيه بتاعته يبدا ينقلب على الدوله اللي هي فيها ويبدا يستخدم بقى ايات السيف. ده مش كده وبس، ده هؤلاء الفقهاء قد امروه انه اذا اصبح قويا ان يقاتلهم حتى لو لم يبداوه بقتال. ده لما يبقى فقه الفقهاء وفتاوى هؤلاء الناس ويروحوا يؤذوا الناس في بلادهم، اقول لهم لا ارجعوا بقى وقعدوا في بلاد الخلافه الراشده واتركوا بلاد الكفر للكافرين وسيبونا احنا لما نسافر فيها نتعامل بود مع الناس، لانه خلي بالك احنا بنسافر وبنروح وبنيجي، احنا كمان بنتاذي في المطارات وبنتاذي لما نيجي نسافر، او بيؤذوا العلماء والطلبه اللي عايزين يسافروا بره يتعلموا انه ما بيقدرش ياخد فيزا عشان يسافر يكمل دراسته بره، احنا بنخسر من هذه المعامله. كيف رأيت زيارة وزير خارجية فرنسا لمشيخة الأزهر؟ هقول لك بصراحة هذه سقطة طبعا. ليه؟ أنا لا أتصور أبدا أن زيارته للأزهر هتعيد المسألة لتوازنها الطبيعي خالص. سقطة من مين؟ منهم. ما كانش يجب الزيارة دي من الفرنسيين. طبعا ما كانش يجب الزيارة دي خالص. يتعامل، وأنا قلت الكلام ده، أنه يتعامل ماكرون مع القضية بحسم وبقوة، وكل من يخرج عن النظام الجمهوري للدولة العلمانية هناك يخرجوا بره البلاد زي ما قال، ويبدأ السيطرة على المدارس الإسلامية اللي موجودة اللي بتعلم الولاد هذا التطرف، ويبدأ الأولاد اللي في المدارس اللي بيسجلوا نفسهم في المدرسة وما يحضروش ويبدأوا يبقوا متطرفين لازم يرجعوا لمدارسهم تانية علشان يربي فيهم فكرة الجمهورية الفرنسية والعلمانية الصحيحة. ولكن هذه الفكرة وهذا الهدف اللي حضرتك يعني بتشير إليه قد يتحقق بوسائل أخرى غير هذا الوسائل الصدامية زي ما بتقول حضرتك. لا، هذا التيار يا سيدي الفاضل قد ألفناه وعرفناه ودرسناه وخبرناه، هذا التيار لا تعامل معه بالود، وراجع كويس جدا موقفه من أروى السادات أنور السادات الذي أخرجهم من جحورهم ومن سجونهم. حتى عمر التلمساني قال له يا ريس في القناطر الخيرية لما قابله مع عثمان أحمد عثمان، قال له ده احنا عضم في قفة. عارف يعني ايه عضم في قفة؟ يعني احنا خلاص ما عدناش موجودين. وقتلوا هذا التيار لن يتنازل على الإطلاق عن قطع رقبة من يقف في طريقه حتى لو من أطعمه يوما، ولذلك التعامل معاه لابد أن يتكون تعامل تسبقه قبل أن يسبقك، تقطع رقبته قبل أن يقطع رقبتك. أنا بتكلم الكلام ده على مسؤوليتي، لا تهاون ولا تفاوض مع هذا التيار العنيف، تيار عنيف. ولذلك ماكرون وأوروبا وأمريكا عشان تحافظ على الجمهورية بتاعتها والعلمانية اللي هناك المتأصلة لابد أن تتعامل بمنتهى القانونية والحسم مع هذا التيار. طيب ما هو القانون هناك يعني مش يعني لا يفترض أن يستخدم يعني أنيابه زي ما بيقولوا يعني في الأول. لا، في حالة الضرورة من الممكن، واعتقد ان فيه كلمه رئيس وزراء انجلترا قالك لما يبقى فيه تهديد للامن القومي ما تكلمنيش عن حقوق الانسان. يعني الكلمه دي او العباره دي مشكوك في صحتها. لكن طيب. حين تكون الدوله مهدده في كياناتها في اعمدتها الرئيسيه، خلي بالك انه العمود الرئيسي في فرنسا هي منظومه الحريه، فهي مهدده من قبل هذا التيار. هذا التيار يا سيدي يحتل نيس، يحتلها كدوله سلفيه بامتياز، تسللوا واحدة وراء الأخرى واحد وراء الآخر حتى أقاموا دولة جوه نيس. جوه، تخيل نيس البلد العظيمة الحلوة دي بجمالها ورونقها وعذوبتها احتلت من السلفية، بحيث أنه بيتم مطاردة حتى النساء اللي لابسين لبس قصير أو كاشفات أو كذا أو كذا، وعملوها ترابورة أو عملوها بشاور. فإذا الدولة الفرنسية مهددة، وخلي بالك من حاجة كمان مهمة جدا أرجو أن تفتح صدرك لها، أنه نحن أيضا إذا استمد قوته هناك واستقوى هناك في أوروبا هيستقوى هنا. هذا التيار تيار متشعب ومتداخل في العالم كله، يستمد قوته من منطقة لأخرى وتنتقل القوة من مكان لآخر ويعزز موقفه هنا فيعزز موقفه في منطقة أخرى.
ولذلك محاربة الإرهاب والفكر الإرهابي لابد أن تكون شاملة وعامة عشان تقدر تقصقص جناحاته في كل منطقة من المناطق. موقع جماعة الإخوان في هذا التيار؟ الأم الولادة. وإحنا قلنا الكلام ده زمان لما محدش صدقنا. كل التيارات اللي موجودة الجهادية وغير الجهادية خرجت من عباءة الإخوان. وعايز أوضح لك نقطة، هذه التيارات كلها دفعة واحدة، الخلافة. الطرق والوسائل واحدة، الخلاف الوحيد بين هذه التيارات هي الاستراتيجية، إمتى نبدأ الضربة. لكن ده يقتل ده يقتل ده يقتل ده يقتل، بس ده يقتل إمتى؟ طالبان القاعدة، آسف، القاعدة بتقول لك ما نضربش إلا لما يكون لنا محيط جغرافي أرض نتواجد فيها، نخرج منها بسيوفنا وجيوشنا لإقامة الدولة. داعش تقول لك لا، أنا عايز متر بس أقف عليه وأنشر الفكر في الدول المختلفة بما يسمى بالذئاب المنفردة، يعني كل واحد ممكن يشتغل لوحده. القاعدة لا، أنت بتقدرش تنفذ عملية في دولة من الدول ما لم تنزل لك من التسلسل الوظيفي من فوق لتحت. لكن داعش لا، ممكن اي حد صاحب فكرة يعمل عملية جهادية زي ما هو عايز في اي مكان. الاخوان محتاجين ان هم يوصلوا للحكم ثم يقيموا دولة الخلافة بالقوة. هذه الجماعات كلها، هذه التيارات كلها، هذه الفرق كلها هدفها واحد، استراتيجيتها واحدة، لكن الخلاف الوحيد بينهم جميعا هي فكرة متى نبدأ الضربة، النهاردة او بكرة او بعد. يعني أنا وقتي انتهى، لكن يبدو أنه للحديث بقية مع حضرتك أستاذ عادل. إن شاء الله يعني يكون لنا الفرصة فرصة أخرى، لأنه في العديد من القضايا والموضوعات التي يمكن مناقشتها مع حضرتك بكل سرور. طبعا شرفتنا وأسعدتنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا الكاتب الأستاذ عادل نعمان. شكرا جزيلا. بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام. نشوفكم يوم الأحد بإذن الله. تصبحوا على خير.